في خبر آخر، أعلنت السلطات الليبية عن انتشار جثث 28 مهاجرا غير شرعية في موقعين متفرقين قبالة سواحل طرابلس. وأوضح مصدر أمني ليبي أن فرقا من الهلال الأحمر الليبي عثرت كذلك على 3 مهاجرين حالتهم الصحية سيئة، موضحا أنه تم العثور على الجثث والثلاثة الآخرين في موقعين متفرقين. وأضاف أن جثث هؤلاء كانت متحللة إلى حد كبير. هذا وغرق نحو 1500 مهاجر في حوادث تحطم قوارب وسفن بالبحر المتوسط هذا العام، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة. يوم السبت 25/12 بوجود جثة على شط مدينة كسر الأخيار، تم التعامل مع الجثة بالتعاون مع منظمة الاي او ام، منظمة الهجرة الدولية ومركز شرطة قصر الأخيار. الجثة الآن موجودة بثلاجة مستشفى الخمس التعليمي. هي الإشكالية في برنامج إدارة الجثة سواء متحللة أو حديثة هي مكان الدفن. الحقيقة في صعوبة بالنسبة لمنظمات الزور سواء الهلال الأحمر أو الاي ام في إيجاد مكان لدفن الجثث. يعني هم كثير ممكن يتعاملوا مع جثة أو اثنين، لكن زي تو 14 أو 15 جثة الحقيقة ديما تصير إشكالية مكان الدفن.